كم شنوب وشم الشوق بابا وخاطبت من لا يطيق خطابا، فما من ملامك طارحت رجدا ولا أنت فيه اهتديت الصواب. فدعنا الملام، فبرك عندي أراه بماء العقوق مشابا، ودعني لحبي لاسما فإني أرى حبها مذهبا لن يعابا. وبعد يا عبد الله وبعد، أتراني لم أسمع شعر غزل ونسيب؟ هل هذا كل ما كتبه الشاعر الذي بشرنا به وادان؟ اسمع يا مولاي، اسمع كيف ينتقل من النسيب والغزل إلى المديح. ولد بالمليك عرار سليل، فلاح إذا أناب بك الدهر نابا. مليك إذا تجلى بدست رأيت الجلال عليه حجابا، فذلك للمسلمين ملاذ وذكر إذا الدهر أنشب ظفرا ونابا. وإذا أنت كيفته كان في الكون غيثا وليثا مهابا، تقود إلى الوفد في كل يوم جمالا ضخاما وخيلا عرابا. الله الله، لقد أحسن وأجاد. أرجو أن ألتقي هذا الشاعر وأجالسه. أنا من سيحمل رسالتك إليه يا مولاي، لأني سأذهب من أجل البيع والشراء وأمر بقرية محلية. أريدك أن تذكر هذا الشاعر في مجلس أبي وتعرفه بشعره، لأن أبي يتذوق الشعر وينقده خيرا مني. سترحل بعيدا عني؟ تدري أن لا أخاف أو أحزن يا موسى؟ أنا راحل من أجلك يا سهران، سأجلب لك مهرا يليق بك. هل طلبت منك مهرا كبير؟ هل حدثك أبي
عن مهر ومال لا تستطيع أن تناله هنا. لا سعاد يا بنت عمي، أنا أريد لنا زواجا سعيدا وحياة هانية. ويلي ويلي من الفراق ومرارته، ويلي أنا من السفر والغربة. ليتك تبقى. الحمد لله الذي يسر لنا الرحيل وجعلنا نصل القلعة سالمين، له الحمد والشكر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا عمنا عبد الله الصاحب والمستشار المقرب من الملك وابنه الأمير عرار. حي الله هذا الوجه السمح، وحي الله هذا الشاب الوسيم النبيل الذي سمعنا بشعره وأعجبنا به، وقيض الله لنا أخيرا أن نراه. موسى شاب كامل مكمل. استغفر الله، الكمال لله وحده. صدقت يا بني، هيا معي فالملك فلاح قد تفرغ لسماعك. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنت ابن حسين بن شوال المفتي الفقيه الذي سمعنا عنه الذكر الطيب. الحمد لله الذي أنعم على والدي بطيب الذكر. وأنت ماذا تعلمت غير الشعر؟ ما تيسر لي من قرآن وتفسير وسنة شريفة وقراءة لبعض الشعراء. محلية بلدة صغيرة، فكيف تتسع فقيها وشاعرا من أهل العلم مثلك؟ ولا غروة إن كانت محلية محلتي، وقد صغرت من عظم شأني ومذهبي. فإن رسول الله قد حل بعدما تمنته أمصار البلاد بيثربي. ولما رأيت الدهر يقرع سروتي وفرق أحبابي وكدر مشربي، رحلت مطايا العزم في صحصح الدجى إلى ملك ينمى إلى آل يشجبي. إلى ملك من آل نبهان شغله مدى الدهر في الأملاك عتقا معربي. إلى ذروة العليا فلاح ابن محسن، إلى بدر قحطان، إلى شمس عربي. جيد جيد يا ابن شيخ حسين، إنه شعر جيد بالنسبة لسنك ومعرفتك. أنت محق يا مولاي، فالشباب يجيدون شعر الغزل أكثر من المديح. عبد الله العجوز مالت نفسه للغزل والتصابي، هل عندك شيء يا موسى من الغزل يبرد قلب هذا الكهف؟ سامحك الله يا مولاي، أنا ما طلبت غزلا ولا هفت نفسي إليه. لا بأس لا بأس، فعندي غزل أحب أن أذكره في مجلسكم الكريم المبارك. أسمعنا. زارت وثوب الدجى قد كان مسدولا، وأنجم الليل تحمي الأعين الحولا، وللثريا ترى في الجو نجنجة تظنها في أقاصي الجو قنديلا، فجاء لي طيفها في مضجعي قدرا ينهال بالحتف مقدورا ومرسولا.
من لي بسعدة وقد حن الحداة بها للبين في سيرها العيسى المراسيل بانت ولا عنق مالت إلى عنق ولا يد صافحت لثما وتقبيلا آها وآها وكم لي صار من أسف لو كنت منها لثمت الثغر معسولا. صدقت يا عبد الله، فالشباب يحسنون الغزل أكثر من غيره. أما قلت لك يا مولاي؟ يا موسى يا ابن الشيخ حسين، أنا سعيد بهذا اللقاء وأرجو أن تطيب إقامتك بيننا إن شاء الله. الدنيا بوجودكم تطيب يا مولاي. ورثنا حب الشعر وداومنا قراءته، وكأننا ملزمون به وبالشعراء أمثالك يا موسى. وما العجب، الشعراء لسان حال من أحسن إليهم، والذكر الحسن يبقى ويشيع بين الناس. وذكر مولانا الملك وأميرنا رعاه الله أطيب من ريح المسك في المجالس. أريدك أن تلازم مجلسي وتسامرني. لا، سبقك إلى هذا الأمر مولانا الملك. ومن أين لأبي الوقت والفراغ وكل آل نبهان يعرضون عليه أمورهم صغيرها وكبيرها؟ لا عجب، فالحاكم الصالح يفتح بابه لقومه كي يحتكموا إليه. لما أنت غاضبة مني؟ كيف لا أغضب منك وأنت هجرتني وتركتني؟ أنا الآن قريب بين يديك. سعاد 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 سعاد، يا بعد عمري يا سعاد. مولاي مساكم الله بالخير. ومساك بالخير والعافية، ولو أننا اقتربنا من الفجر. لست أدري ما الوقت الآن، اعذرني. لما تستيقظ كل ليلة وتدور حزينا مهموما؟ أنت هنا منذ أيام، وأنا اعتدت أن أنام بعد صلاة العشاء وأصحو في مثل هذا الوقت، وقد رأيتك أكثر من مرة على هذه الحال. ما السبب؟ الغربة تولد أحلاما كثيرة يا مولاي. وهذه الأحلام تولد شعرا أم حزنا فقط؟ هل يريد مولاي أن يسمع شعرا فيه حزن؟ أريد أن أسمع أي شيء تولده الأحلام. أسمعني. سرى للطيف مرسول
وجنح الليل مسدول. فذكرني زمان روض ومزن الوصل مقبول. ألا قولا لسعدى هل لديها الحبل موصول؟ وهل للهائم المعمود ترحيب وتسهيل؟ منعمة شمع لحظها بالسحر مكحول. جميل ورقيق وصادق، إنه شعر لوحة. هل أنت عاشق؟ لا أريد أن أشغلك بهمومي وأحزاني. أصدقني القول يا موسى، ما الذي بخاطرك؟ أنا أريد الزواج من بنت عمي، لقد وعدتها بالعودة سريعا. مولاي الملك، صبحك الله بالخير يا أبتي. صبحك الله بالخير يا مولاي. أسعدتما صباحا. ما الذي أبقاكما في سهر إلى الفجر؟ شاعرنا موسى هو الذي في سهر وحزن. من يحزن وهو في جوارنا علينا أن نواسيه وندفع عنه كآبة الحزن. لا أراك الله حزنا ولا كدر الهم خاطركم يا مولاي، إنه الشوق للأهل لا أكثر. هو أكثر يا موسى، إنه الشوق للحبيبة. الشعر والعشق متلازمان. موسى وعد بنت عمه بالعودة سريعا كي يتزوجها. خير إن شاء الله، نعمة وبركة، ولا أحسن من الزواج للشاب. أيأذن لي مولاي بالرحيل؟ وتأخذ معك مالا ومتاعا كي تتجهز للعرس وتقدم مهرا للعروس. ومني هدية قيمة للعروس على شرط. عيب يا ولدي، لا يجوز أن تقترن الهدية بشرط فتصبح كأنها بيع. لمولاي الأمير شرطه وأنا أعرفه. ما هو إن كنت حقا تعرفه؟ أبيات من الشعر. وليكن، فنسيم الفجر يحرك الأريحية. أسمعنا يا موسى. حبا وكرامة، وضخمة المتن جرت كم قطعت بها عرض الفيافي بتأويب وتهجير. إلى فتى من بني ماء السماء بما أوتي من الفخر والإجلال مشهوري. إلى فلاح سليل المحسن الملك المعروف بالجود في عسر وميسور. دانت عمان له بعد العرامة من قلهات حتى تولاها إلى الصير. أحسنت وأجدت يا ابن الشيخ حسين، والآن تسمع مني. أطيع ولا أقول لا. تذهب إلى محلية وتتزوج على بركة الله، وبعد ذلك تأتي إلينا أنت وزوجتك لتقيم بيننا، وسنعد لك بيتا هنا. أدام الله مولانا الملك ورفع قدره فوق كل ملك. لا تتأخر، أنا لا أحب فراقك يا موسى. وأنا أيضا لا أحب فراقكم، لكن... ولكن هذه تنقض الشرط يا موسى. حبا وكرامة يا مولاي، لكم ما أردتم. ما شاء الله، الحمد لله الذي جمعنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا ابن عمي. انسي الخجل،
وعود إلى مراحل طفولتي وانطلاقتي يا سعاد. الطفولة لا تعود يا موسى. لا أفعل ما لا ترضى، حتى لو خالفت شرط الملك فلاح يا أبي. أنت أدرى بصالح نفسك وأهلك، لكني شيخ كبير وأمك كبرت، والفراق علينا صعب مر. سأزوركم مع سعاد كلما استطعنا لذلك سبيلا. لا بأس يا ولدي، لا يحق لي أن أمنعك من اختيار ما تراه يناسب حياتك. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. في رعاية الله. هيا أسرع يا أم سعيد. من سعيد هذا؟ الولد الذي ستجودين به علي إن شاء الله. إن شاء الله. وبعد يا موسى، وبعد. إنه اليوم الثالث على وصول الخبر وأنت لا زلت في هذا الحزن الثقيل. ألم يحزنكم موت الملك فلاح يا مولاي؟ إن لله وإنا إليه راجعون. حزنت ولكني راجعت نفسي ولم أجزع مثل جزعك هذا. لا عوض عن الأب. تعال يا سعيد، تعال تعال، في ابنك سعيد العوض وفي الصبر. اصبر يا أخي اصبر. معللي، هل بعد موتة والدي أرجو لصفو العيش أي منال؟ عود ابن شوال فأقصر خطوة، شعبان عن رمضان عن شوال. من للشرائع والفضائل والقضى بين الخصوم وصالح الأعمال. من للتهجد بالدجى ومن لتلاوة الأعراف والأنفال؟ أمسى بأطلال البلا في وحدة، بكت عليه أوانس الأطلال. كفى هلعا وحزنا يا موسى، استغفر ربك يا أبا سعيد. الموت حق، ولكل إنسان أجل معلوم. عجبا على جلدك لوفاة عمك يا سعاد، إنه الشيخ حسين يا سعاد. أتذكر أني لقبتك بالكيداوي تشبيها لك بزهر الكيذا العبق؟ هذا لقب أعتز به، وأتمنى أن يناديني الجميع بالكيداوي. سأرسلك إلى مكان فيه زهر الكيذا وغيره، استجم وتبتعد عن الغم. اركب وارحل مع اثنين من أتباعي إلى إزكي لتروح عن نفسك وتعود وأنت بغير هذه الحال. هذا لطف وعطف منكم يا مولاي، ولكن لا أريد أن أسمع لكن يا موسى. ارحل ودع أهلك مع أهلي وتحت رعايتي كما يحب مولاي ويرضى. آه 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 آه
تعال لنأكل. فأنا أريد من يأكل معي بعد رحيل أبيك عنا. هيا. ما هذا؟ ما هذه الحرارة يا سعيد؟ ابني، ما هذا يا ابني؟ سعيد، لما جزعت على والدك كل هذا الجزع وأنت تعلم أن ذلك لا يرضي الله يا موسى؟ لما جعلت الشيطان يقودك إلى المعصية؟ ألا تؤمن بقضاء الله وقدره؟ ماذا ستفعل إذن إن ابتلاك الله بولدك سعيد؟ هل ستزيغ عن الصبر وتجزع وتغضب ربك؟ إنه امتحان يا موسى، امتحان. من هذا؟ من الذي كلمني؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سعيد، ابني سعيد، لابد أن أعود إلى بولا، إلى أهلي وولدي، لابد. سعيد، أراني زماني كلما كان خافيا، واسمعني ما قال من كلماته، وانهلني من بؤسه، واعلني بكأس اجاج بعد كأس فراته، فرعيا لايام بها كنت مسعدا يعيش سعيد منعما بحياته. وليلة إسكي جاءني هاتف قد تجلى ضياء الصبح في بهواته، وقال: إله العرش يوصيك آمرا بحسن العزاء، فعمل بما في وصاته. لا تعد لي جزع يا موسى، اصبر وتماسك، وسيعوضك الله عز وجل خيرا. فالولد مولود وهو رزق من الله، ورزق الله لا ينقطع عن الشاكرين. ما كنت أدري أن يكون سعيد مقيما بأرض المحل وهو وحيد، مقيما بأرض لا أنيس له بها، يجافيه فيها مبغض وودود، مقيما بها طول الزمان، مجاورا أناسا حوتهم في التراب اللحود. وما كنت أدري أن أرى حسن وجه يهال عليه جلمد وصعيد، وأرضى له في ظلمة القبر مسكنا إلى يوم يدعى صالح وثمود. ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ صدق الله العظيم، صدق الله العظيم.
أنا يا رب، أنا لعبدك أن يخشع قلبه ويؤوب لذكرك، فتقبل توبتي واغفر لي. لا إله إلا أنت التواب الغفور.